يا خوتي احنا اليوم رانا ماناش طالبين المحال، احنا رانا ماناش طالبين نقول لهم اعطونا سوناطراك ولا اعطونا سونالغاز، احنا رانا ندوموندو التقرير الطبي تاعنا فقط. هذا حق كل جزائريين، كل جزائري عنده حق في الطب. اي جزائري وين حنايا رانا ضحايا، ما عرفناش احنا من نخاطبوا، ما عرفناش واش من لقاء، ما عرفناش واش كل مسؤول هذا اللي نهضروا معاه. احنا نطالبوا سيد رئيس الجمهوريه شخصيا عبد العزيز بوتفليقه يفتح لنا المشكل هذا، لانه ما كان حتى مسؤول اللي جاوبنا ولا اعطانا تصريح كما نقولوا على الحقوق تاعنا وراه واصله، وهذا الحق ان شاء الله نطالبوا بحقوقنا، وماذا بهم في اقرب وقت يجاوبونا في اقرب وقت.